الكثير من أحياء صنعاء تحولت إلى ساحات حرب، قصف بالدبابات، ما يشبه سياسة الأرض المحروقة، وماذا بعد؟ أنا لما أسمع كلامك و هل أعيده؟ كتب فيها تقرير أشعر بحالة الخوف والرعب. أخرج خارج البيت أشوف الأمور طيبة جدا واليمن بخير ولا، لكن في الجزيرة يعني حلقتم بالدنيا وقد منتهية يا أخي، تعال لا يوجد فيها إشكالية في مجموعة فقط أعطيك إشارة سيد الجندي. سيد الجندي فقط إشارة ثم أكمل كلامك. يعني في العالم هناك الكثير من وسائل الإعلام تنقل ما يجري في اليمن، تقولوا حرقوهم. إذا كان أمس يعني الاتحاد المتقاعدين يعني المعاقين يصدر بيان إنه لم يتعرض أحدا من المعاقين لأي عملية تعذيب ولا لأي عملية، يعني أعود فأقول في صنعاء الليلة القوات المسلحة في يعني الأمن المركزي استطاعت أن تستعيد كل الوزارات، ما بقي عندهم إلا الطيران وحي العصبة. هم بصدد التمشيط الأخير، يعني هذا حادث عرضي قلنا بأنه كان نتيجة فعل ورد الفعل، يعني وأي دولة. طيب سيد الجندي، هذا الكلام عندما يقوم يعني شخص من مواطن يعني باقتحام الوزارات. هل تسمعني سيد الجندي؟ يعني خارج نطاق الجيش، خارج نطاق الأمن، يا أخي في قوانين وفي دستور. يعني طيب. أما تنظيم القاعدة، المعركة معهم معركة مزمنة وليست وليدة اليوم ولا هي وليدة الاعتصامات. سيد الجندي تسمعني؟ محققة شهاداتها برغم هذه الثورة التي تنهي إمبراطوريات، هذه الثورة التي تقودها الجزيرة والتي تهدم إمبراطوريات، لكن نعتبر أن علي عبد الله صالح رجل قوي بأكبر ما تقديره القوة، لأن 4 أشهر والجزيرة فعلاً تحرر عليه ومع ذلك ما زال موجود. شكرا لكم انكم عندكم تتيحوا لنا فرصه نقول راي يعني فيها. طيب اذا السيد عبد الجندي يقول بان الوضع في اليمن لا شيء فيه، لا قصف بطائرات، لا حصار لتعز، لا استهداف، فقط دعني اكمل الان تسمعني، قبل قليل لم تكن تسمعني، لا شيء في اليمن وكله مفبرك، كل هذه الصور وكل ما تنقله وسائل الاعلام في مختلف بقاع العالم انما هو مفبرك ولا شيء في اليمن، اليمن سعيد. الجزيرة هي مصدر، ليس موضوعنا الجزيرة، موضوعنا ما يجري في اليمن سيد عبد الجندي. يا أخي أنت عربي مسلم، أنا بالتأكيد يعني أثق بأنه معظم مذيعي الجزيرة يعني لا أكلمك يعني بشكل شخصي، لا أكلمك بشكل شخصي ولا تكلمني بشكل شخصي. راقب الله في هذه الأمة، في هذه الشعوب، الشعب اليمني شعب فقير، لما يسمع انه مظلوم لهذه الدرجه الذي استيلاء الجزيره يخرج كل واحد يحمل سلاحه ويقتل اخوه. يا اخواني لماذا فعلا تدفعونا للحرب الاهليه؟ نحن الان عاده الامور طيبه والرئيس يقول بيوقع المبادره. للاسف اسال سيد عبد الجندي عن الوضع في اليمن فيجيبني بان الشعب اليمني فقير. نكتفي بهذا القدر حتى يجيب السيد الجندي عما نساله وليس عما يريد ان يقوله ايا كان الموضوع الذي يقوله. اعتذر منك سيد عبد الجندي نائب وزير الاعلام اليمني، وشكرا جزيلا لك على كل حال.